السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المناحي خصم 3000. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم أخواننا المشاهدين من خلف الشاشات، جمهورنا الغالي، أخواننا المتسابقين، فقرة جديدة. فقرة مختلفة إن شاء الله. الشباب توهم مصحصحين، توهم ما صحصحوا، متعب الرقعان برايم أو المنشرحة. يلا شيل الليلة، مو برايم؟ مو مشارحة؟ أكيد متأكد؟ هاي متعب، ها؟ متعب لبيه. أنت مشارحة ولا لا؟ أيوة. شو أنت تقول لا يا زياد؟ بس أنا واثق إنه برقعان بيروح هناك ياخذ له 5 دقائق ويعود. شلون؟ بياخذ له هوجة وموجة وبيعود على الآن. محمد بن جامع وسلطان بن تغيب جالهم ايرون باس، امورهم طيبه، معالهم خلاف تعافير، لكن تدلعون شوي وعذرهم وصل الاداره وعاذرينهم. والله يستر، الله يستر. ريال ليه جالس حالك؟ ماني بحالي. شو ما تبي حالك؟ ليه جالس لحالك؟ جلسنا كلنا، انا واللي هناك واللي علي مناحي. واحد حاتم بالله اذا تاخر علي مناحي. ارحب يا عادل. البقى. مرحبا بك. الصلف 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 الصلف، وين الصلف؟ وين موجود؟ وين موجود؟ وين؟ قدامي؟ عندك؟ لا لا لا، بيض الله وجهك ولا أنت؟ من باقي غير الصرف؟ من باقي غير الصرف الرياض؟ طيب غيرهم؟ من؟ سلطان والصرف في الاستديو. على كيفك هو؟ إيه والله على كيف الإدارة يا عادل. الصلف وين يا حاتم؟ وخصم 3000. واحد اثنين. تعال 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 تعال. فؤاد موجود أتوقع. أرح الله يبقيك. وينك؟ قريب بدو. أما أدني ملون شير بس سعد تسعد أدني ورقة مو لازم أدنيا خصوصية أدنيا سام خصوصية. لبيك الصلف لي ما جاب مو بعندي. محسن يقول مو بعندي. شوفوا يا هذا عندهم معلومة خطأ، أنتم عندهم لكم معلومة خطأ. من الصلف في الاستديو؟ الصلف يقولون في الاستديو. كيف الاستديو؟ أنا ماني في الاستديو. أنت وين؟ قريب بدو عندما استديو جيت. أنت عند في الاستديو، هم يتعذرون يقولون في الاستديو. يا أخي أنت ايش فيك أنت؟ يا أنا ما أحب الكذب. طيب ليه أنت بتقولون محسن كان في الاستديو؟ محسن يقول أنا ماني في الاستديو، عند المسجد. محسن على خصم 2000. ها زين يا حاتم، الربع قربوا لي هنا كلكم. محسن يمين يمين.
أنت ما تحبني ويمكن أنا ما أحبك، أنت ما تحبني ويمكن أنا ما أحبك، بس ما راح تحبني اليوم، متأكد أنا. أقربوا. تعال 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 تعال. تعال. زاد بن شيري. من اللي في المشارحة؟ مرحبا ومسهلا يا مرحبا. كيف الحال؟ عساك طيب؟ أرحب 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 أرحب. باقي ثلاثة ضيع مبارك. ما سمعتني ولا ناس ولا نضيع ولا نسيت ولا ضيعت الا سالفه نرفي. يلا حي شلونك؟ ساك طيب؟ طيب. امورك زينه؟ مرحبا بك. السلام السلم يا مبارك الروح. اسولف مع علي يوم جنتل. طيب. كنت جنتل عند حلف اليوم ثوب تبهضم من اليوم ولا فيك نوم؟ لا والله يا ابو ها انتوا يا بني عادل الله يكفانا شركم. ايش فينا؟ تهلجون الواحد. ها تهلجون الواحد. يلا ما اخويك كمل العدد. حط مكان اخوك، حط مكان اخوك. ضحية حياك الله. مرحبا بك. والله بخير. طيب خير الحمد لله. امورك زينه؟ الحمد لله. خذ الحصانة إن شاء الله. بأخذ أداء إن شاء الله. بتأخذ أداء إن شاء الله. أنت بتطيح طيحة. بسم الله عليك. بسم الله. أنا شو سميت علي؟ لا علي اليوم علي لازم يرتاح ياخذ راحته. صدق الله مساك. مساك طال عمرك. كيف الحال؟ زين حالك. مساك طيب؟ خير جالك. طيب ليه من شرحه؟ من شرحه يا طويل العمر؟ والله ما ندري، في خصم خفي كان سوينا شيء ما ندري عنه، والله ما ندري عنه، لكن ان شاء الله نقدم اللي يرضينا ويرضي الجمهور ويرضي الله قبل كل شيء. السلام. الله. طيب شو توعدهم؟ ان شاء الله الامور زينه، نوعدهم باللي يجمل باذن الله. انت مجمل ان شاء الله؟ ما عليك زول. ما تقدم الا الشيء اللي يجمل. ويرضيهم باذن الله احد. يعني ان شاء الله تكون منك راجع؟ نقول ان شاء الله ما ندري. بس ربي يوفقك. ما يكون. حيا يا مرحبا وسهلا. كيف الحال؟ الله حيا عادل. طيب ايش حالك؟ ليه من شرح؟ والله صراحه ما ادري، مستغرب ليش من شرح.